ماغورايا عن تحقيق المهم والوصول إلى شباك الخصم في الدقيقة الثالثة بهجمة معاكسة ترجمها دواجي إلى هدف جعله يرقص بفرح مع الأنصار. هدف كان مهماً للرفع من إثارة اللقاء بمشاهدة كرة جميلة من حيث الأداء والروح الرياضية مع محاولة الترجي تعديل النتيجة، وهو ما تمكن من تجسيده في الدقيقة 21 بهجمة منظمة. كرة في العمق أسكنها خلوفي برأسية شباك الحارس مكراش. هدف حفز الضيوف لصنع الفارق والبحث عن الهدف الثاني في هذه الفرصة التي ضيعها بن مغيث هشام أمام شباك فارغة بعدما تجاوز الحارس مكراش. لنشهد بعدها أداء روتيني دون أي كرات خطيرة ونهاية المرحلة الأولى بالتعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة. المرحلة الثانية كانت مملة وغابت عنها الفرجة بتراجع أداء الفريقين وتسجيل بعض المحاولات التي ضغط من خلالها أصحاب الأرض على دفاع الترجي الذي كان متماسكاً والاعتماد بالمقابل على الهجمات المعاكسة، لتكون الدقائق الأخيرة من المباراة ساخنة على مرمى ترجي مستغانم الذي عرف كيف يمتص الضغط منافسه وخطفه نقطة ثمينة تعزز مكانته مع أصحاب المقدمة.